أهلا بحضراتكم. معرض القاهرة الدولي للكتاب هو تفاعل ثقافي شامل ما بين جميع الثقافات الحاضرة بكل أشكالها، من كتاب إلى ندوة إلى قصيدة شعرية إلى حوارات إلى فعاليات إلى أسواق لهذا الكتاب. الحقيقة أنه نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بيؤكد احتياج الشعب المصري للثقافة، احتياجه للمعرفة، احتياجه للرقي، احتياجه لأن يفهم نفسه أكثر. والحقيقة الشعب المصري والشعب العربي يثبت دوما أنه مستحق لأن يكون أفضل، يكون أفضل بالوعي، يكون أفضل بالثقافة. الثقافة لها تعريفات متعددة، يعني الحقيقة لا يمكن حصرها في معنى واحد، ولكن من أهم معانيها أن يتحول كل ما قرأته وكل مدركاتك إلى سلوك حقيقي يدفعك للأمام، يدفعك إلى الحق والخير وإلى الجمال وإلى فهم الآخر وإلى التعايش السلمي الحقيقي وإلى نصرة الحق دائما. الحقيقة في لقائنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب لابد أن نؤكد على عدة أمور. أولها هذا الاحتفاء الرائع بالشاعر الفذ صلاح عبد الصبور، هذا الرجل المصري المبدع الذي كتب ويعد مثقف شامل، كتب في كل الفروع، كتب الشعر وطور الشعر الحر وهو صاحب مدرسة، وأيضا قفز بالمسرح الشعري قفزة رائعة بعد أن انطفأ بعد القفزة الأولى لأحمد شوقي أمير الشعراء. فجاء صلاح عبد الصبور ليعطي المسرح الشعري نكهة سياسية ناقدة لا تخلو من فلسفة ومن معاني عظيمة. صلاح عبد الصبور هو شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأيضا لابد أن نحتفي بالمملكة المغربية وهي ضيف شرف. والمملكة المغربية في الحقيقة لديها العديد من الانتماءات، ولكن المكون الثقافي للمملكة المغربية هو مكون يجمع روافد متعددة وتصب جميعها في أنها دولة عربية إسلامية ذات أبعاد بالفعل أفريقية وذات أبعاد ثقافية تأثرت بكل الثقافات الإنسانية العالمية. وأيضا نحتفي بليبيا التي ربما كانت من أهم الدول التي تعرضت لما تعرضت له بعد اجتيازها لفترة تاريخية محددة وبعد ثورات الربيع العربي. الحقيقة ليبيا رافد ثقافي عربي في غاية الأهمية، سنتعرف على المشهد الثقافي الليبي من خلال المشاركة الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن خلال ضيفي معي الآن على الهواء مباشرة الأستاذ فوزي، الدكتور فوزي الحداد. برحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق وبفريق العمل وبالنيلة الثقافية وبهذا الحضور الرائع اللي يتابع كل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. دكتور فوزي الحداد، حضرتك أستاذ أدب في جامعات ليبيا وأيضا رئيس الوفد الثقافي المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فهل لك أن تحدثنا عن حجم ونوع وكيفية المشاركة الليبية في هذه الدورة؟ نعم، ليبيا بالطبع عنصر أهم العناصر التي كانت دائما موجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ أكثر من 26 سنة، وليبيا تواصل الحضور السنوي في معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره محفل ثقافي عربي في غاية الأهمية، بل محفل دولي أيضا يعني. وبالتالي كنا حريصين دائما ليس فقط على حضور على مستوى نشر النتاج الليبي عبر وسائل النشر أو دور النشر التي تشارك سنويا هنا أو وزارات الثقافة الليبية، وإنما أيضا من خلال مناشط ثقافية كنا نحرص دائما على أن تكون حاضرة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا العام لا يشذ طبعا، وإن كان هذا العام بالذات
ويعد الأمر فيه شيء من التحدي والصعوبة بالنسبة للمشهد الثقافي الليبي، كون ليبيا تعاني ما تعانيه الآن كما تعرفه ويعرفه المشاهد الكريم وكل الليبيين بالطبع. حرصنا من خلال تواجدنا في معرض القاهرة من خلال هذا المشهد الثقافي بالذات على إظهار وجه ليبيا الثقافي. الوجه السياسي الآن المعتكر والمشكل المعقد الموجود واللي متصدر لنشرات الأخبار وللتحاليل التلفزيونية والإذاعية وفي كل مكان، نحاول على الأقل خلال هذه الفترة أن نري أنفسنا أولا والعالم ثانيا أن وجه ليبيا الحضاري والثقافي لم يختفي، وبالتالي نحن موجودون هنا في هذا المعرض الرائع البهيج الحقيقة، ولدينا مشاركات ثقافية وأدبية، وإن شئت نتحدث عن أهم مناشطنا الثقافية في معرض الكتاب. حتى الآن يعني أقمنا ندوتين وأمسية شعرية، ولا يزال أمامنا أمسية شعرية أخرى. الندوات كان موضوعها، الندوة الأولى كانت معدة مستديرة هنا في هذه القاعة بجانبك، وتحدثنا فيها تحت عنوان مستقبل الثقافة العربية رؤية ليبية. يعني كان المتحدثون، وهذه المائدة أدرتها شخصيا، وتحدث فيها الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه الأديب والروائي والكاتب الشهير طبعاً. وأيضا تحدث فيها عن المشهد الثقافي الليبي. نعم. وكان معي أيضا الأستاذ فتحي بن عيسى الكاتب والصحفي. أيضا تحدثنا عن مستقبل الثقافة في ليبيا، كيف نريد أن نرى ليبيا مستقبلا في إطار فضائها العربي أساسا، لأن القادم الآن يبدو مخيفا من جوانب عدة، خاصة إذا ما لاحظنا الحاضر الموجود الآن وما تعانيه البلدان العربية سواء في ليبيا أو المحيط الليبي بشكل عام. هناك الكثير من التقلبات جاءت من نتاج هذه الثورات التي الآن تأثيرها أصبح قوي جدا على كل المجتمعات العربية، والمجتمع الليبي ليس استثناء الحقيقة. وبالتالي التغيرات المهمة ليس فقط على المشهد الثقافي، بسبب هذا الحراك الثوراتي إن شئنا أن نقول، سيؤثر بكل تأكيد على مستقبل ثقافتنا ومستقبل حضارتنا العربية، وخاصة أيضا الحضارة والثقافة في ليبيا. من هذا المنظور يعني أحببنا أن نتحدث وأن نرصد يعني كيف يمكن أن تكون ملامح الثقافة الليبية في المستقبل، يعني بعد 10-20 سنة كيف نريد أن تكون ملامحنا الثقافية في ظل انتشار المعطيات الحالية بعد الخلخلة اللي صارت في العالم العربي، من انتشار رهيب للإرهاب، من انتشار رهيب لمفهومات أخرى لغزو يعني لعولمة حقيقية تحاول أن تمسخ كل الهويات العربية. صحيح. يعني دكتور فوزي، حضرتك ذكرت المبدع أحمد إبراهيم الفقيه، والحقيقة هو في ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب ربما أشار إلى نقاط متعددة في المشهد الثقافي الليبي، منها مثلا ما ذكره عن طغيان الإحساس باللا جدوى عند قطاع كبير من المبدعين الليبيين، وفسر ذلك بقوله أو وصف الحالة بقوله لعل أحسن وصف لهذا النوع من اللاجدوى ما عبر عنه أحد الكتاب، بأن الحياة التي نعيشها تشبه من يريد أن يصعد سلما كهربائيا إلا أنه لا يصعد وإنما يهبط، وما أن تجتاز عتبة حتى يعيدك بعنف إلى السفح، فلماذا العناء؟ وثم واصل قائلا، أتوقف هنا لأقول أنه برغم أحاسيس اللا جدوى والوصول إلى مرحلة اللا معنى بطابعها العبثي العدمي، ورغم أن مهنة القلم كانت في كل الأوقات مهنة تورث صاحبها المحن والكوارث التي تجعله يغيب أعواما خلف الشمس، إلا أنه يتكلم عن ظهور طيار أدبي مقاوم ويسميه دراويش الأدب، فإلى أي مدى يمكن أن تشرح لنا هذا التوصيف؟ وهل فعلا إحساس اللا جدوى يسيطر على مبدعي ومثقفي ليبيا؟ وما هم دراويش الأدب؟
يعني كما لاحظته باعتباري فاعل أدبي وأيضا أن لا جدوى من الفعل الثقافي من الكتابة عموما لا تسيطر فقط على المبدع الليبي، الآن هي تسيطر على المبدع العربي بشكل عام. كما أن هذا الأمر يعني لا جدوى أمر يعني موغل حتى في القدم، كان أي كاتب أو أي فاعل ثقافي أو أي مثقف دائما ما يسأل نفسه ما جدوى من فعلي الثقافي في أي مجتمع الحقيقة، ولا يزال هذا السؤال باقي وسيظل باقيا، لأن السلطة الثقافية دائما هي في منزلة الأدنى في مقابل طبعا سلطات أخرى كالسلطة الدينية على سبيل المثال والسلطة السياسية أيضا، كل هذه السلطات وحتى السلطة المجتمعية أحيانا تقف موقف الضد من سلطة المثقف باعتبار المثقف يملك من الوعي ما يجعله يقوم بفعل التغيير أو على الأقل بالمطالبة بفعل التغيير، يصعب إرضاء صاحب الوعي أو المثقف، وبالتالي تلقاه دائما ينادي بالتغيير على مستوى المجتمع على مستوى السياسي على كافة المستويات، وبالتالي يجابه بالصد يجابه بالتهميش أحيانا بالتضييق، فيصدر هذا الشعور شعور لا جدوى، ما جدوى العمل الثقافي أو الكتابي أو الإبداعي في ظل أننا كمن يصعد هذا السلم الكهربائي لكننا في الحقيقة لا نصعد لأن الفعل الثقافي غير مؤثر. هل المسؤول عن هذا الإحساس بالعبث والعدمية هو النظام الدكتاتوري الفردي الذي عانت منه ليبيا أم ما حدث بعد ثورة ليبيا؟ في رأيي كلا الأمرين وإن بدرجات أو بزوايا مختلفة، أي حكم مستبد بطبيعة الحال لابد أن يصطدم بالجبهة الثقافية، وبالتالي أي حكم مستبد في العالم ليس فقط في ليبيا بالطبع سوف يعني يجعل من الفعل الثقافي أمرا أما محرما أو مجرما أو مضيقا عليه، وبالتالي تنشأ هذه الأحاسيس، يمكن أن يهاجر المثقف، فمعظم المثقفون أو معظم المثقفين الفاعلين إما هم مهاجرين خارج الوطن أو منفيين، وإن كان يعني لهم صدمات وصوتهم عالي فالسلطة قد يكونون داخل السجون أو يختاروا منهج الحياد أو الصمت فيظلون يعني جنب الحياد كما يقال في مصر أو الارتهان للسلطة. هناك طبعا طبقة أخرى من المثقفين يفضلون أن يكونون مرتهنين للسلطة أو أبواقا لها أو أبواق انتهازية أو لمحاولة اتقاء ضربات هذه السلطة أو للاستفادة منها بشكل أو بآخر، والسلطة الحقيقة تبحث دائما عن هذا النوع من المثقفين لأنها تفيد منهم كثيرا وهم أيضا يفيدون منها، لكن السلطة دائما لا يؤمن جانبها. كل المثقفين اللي يسمون في العلم النقد الأدبي بالارتزاقيين أو بالانتهازيين تستخدمهم السلطة لبعض الوقت ثم تستبدلهم بآخرين أقل تطلبا منهم. صحيح. يعني هذا في كل المجتمعات موجود، وبالتالي يصدر مثل هذا الأنين من المثقف وهو يرى كل هذه الأحداث. يعني هناك حتى مقولة ظهرت في الغرب وتبناها كثير من أدبائنا العرب وظهرت كثيرا بعنوان موت المثقف، لأنهم رأوا أن المثقف طوال 50 سنة الماضية لم يحدث أي تغيير في المجتمعات التي تسيطر عليها دائما السلطة القوية المستبدة في كل أنحاء العالم العربي. ننظر المثقف مثلا في دول أوروبية نجح بتفاعله بعمله في أن يغير من هذه المجتمعات، حتى أصبحت السياسة ثقافة في بعض الدول المتقدمة في أوروبا وغير أوروبا، أما في العالم العربي النظرة لم تتغير، لا زالت الصورة المستبدة هي ذاتها، ولا زال المثقف مهمشا دوره في آخر أدوار التأثير في المجتمع، ومن هنا يتحدث دائما المثقف عن هذه الغصة التي يشعر بها لأنه لا يشعر بأنه كيان مؤثر في من حوله. ولكن الأستاذ أحمد إبراهيم الفقيه لا يغلق باب الأمل تماما ولكن يعلقه على درويش الأدب، فمن هم درويش الأدب في ليبيا؟ أيضا يعني هذا مصطلح ملبس أو ملتبس، يعني كما هو تعريف الثقافة وتعريف المثقف وغيرها، وربما يقصد الدكتور أحمد هذا المثقف الذي تلهمه الثقافة
ويعيش في ردهاتها مهموما بها إلى حد الدروشة أحيانا، لأن المثقف مثل الدرويش مؤمن بقضايا معينة ويعيش لها وبها، وأحيانا ينفصل هذا الدرويش عن العالم، فأحيانا تراه في أماكن أو تراه في تصرفات معينة وكأنه منفصل عن الدنيا، كأنه مجنون. وبالتالي أيضا المثقف إذا ما استولت عليه كل الرؤى وكل الوعي المطلوب لديه، فإنه بكل تأكيد سيشعر بنوع من الدروشة أو الاغتراب عن واقعه، فيعيش في برجه الخاص بعيدا عن التأثيرات الخارجية كالدرويش تماما، يعيش في عالم خاص به. هل لم تستفد الثقافة في ليبيا مما حدث؟ لم يستفد المواطن الليبي، لم يستفد المشروع الثقافي إذا كان ثمت مشروع ثقافي مما حدث من تغيير سياسي؟ هو يعني حسبان حكاية الاستفادة قد يكون من المبكر عليها إلى حد ما، لأن التغيير حصل في 2011 والبلد عاشت حوالي عام أو عام ونصف يعني إلى فيها شيء من الاستقرار، ثم حصلت مشاكل التي نعرفها جميعا. هذا الجو يعني لا يجعل من الأولوية الاهتمام بالشأن الثقافي. الآن الناس في ليبيا تبحث عن حل أولا سياسي، عن متطلبات أولية تعيش بها، حتى عن الكهرباء وعن توفر الحاجات الأساسية. وبالتالي ما يزال المثقف في ليبيا والمبدع يعني معنيا بنفسه، يعني كل الآن المبادرات الثقافية هي مبادرات فردية أو نخبوية إلى حد ما. حتى الآن المشروع الثقافي الليبي المنظم لم يظهر بعد بصورته التي نرتجيها، وإن كانت الآن الأمور مفتوحة، الحريات الآن مباحة، ظهرت كثير من الكتب. لم يستفد المبدع والمثقف من هذا المكسب على الأقل الحريات؟ طبعا استفاد، وظهرت كثير من الأعمال الأدبية منطلقة وبحرية. هل بعضها حاول أن يصور ما حدث أو يتناول الثورة الليبية بسلبياتها وإيجابياتها؟ في بعض الكتاب والأدباء عندنا زي مثلا الروائي صالح السنوسي، يعني أصدر رواية تتحدث عن أيام التعذيب وأيام السجن وأيام النظام السابق. ارتد إلى الماضي ليقارن الحاضر بالماضي؟ لا، وإنما لكي يتحدث عن الماضي، لأنه في تلك المرحلة كان من الصعب عليه أن يتحدث عن هذه المرحلة. أيضا هناك مثقفون كانوا يعني يعانون ويلات السجن في ضمن النظام السابق، بعد الآن كتبوا مذكراتهم وأصبحوا يتحدثون بكل حرية عن تلك الأيام بلا رقيب وبلا حاسيب يحاسبهم عن كل كلمة وعلى كل سطر، وقد يرج بهم في السجون مرة أخرى، يعود بهم إلى السجون مرة أخرى أو المنافي مرة أخرى. لكن ما فيش أعمال أدبية جسدت الثورة نفسها أو حاولت أن تتناول ما حدث من تحول، أسبابه، نتائجه، انعكاساته على المواطن الليبي؟ بالطبع هناك أعمال، لكن وجهة نظري أن هذه الأعمال إذا أردنا أن نبحث عن أعمال ناضجة وقوية فلا بد أن ننتظر بعض الوقت من الزمن، لأن حتى الآن الثورة التبست على الناس، خاصة بعد ما حدث الآن من انتكاسات على كل المستويات الآن. فنحتاج إلى وقت لكي يمكن للمبدع أو حتى للمؤرخ الصادق أن يرصد فعاليات الثورة، أيامها، شخوصها بكل حيادية، بعيدا عن تأثير الواقع الآن اللي تسيطر عليه طبعا بعض الأجندات وبعض الأعمال السياسية أو الشخصيات السياسية الآن، اللي ممكن يعني قد تزور مثل هذه الكتب أو قد تؤثر عليها أو قد تصادرها أيضا. وهذا الأمر حتى الآن لا يزال للأسف موجود في 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 بلادنا، لكن كما قلت تماما نحن لم نغلق الأمل بعد أمام الكتابة الليبية والثقافة الليبية لكي تستمر مرة أخرى بعد أن ظهرت بقوة عبر 50 عاما ماضية وأنتجت أدبا ورواية وقصة. وهذا اللي ناقشناه الحقيقة في الندوة الثانية التي أقمناها لنقاش كتاب اسمه الثقافة الليبية المعاصرة، كان كتبه الشاعر والناقد محمد الفقيه صالح سفير ليبيا الآن في إسبانيا، ناقشناه في القاعة هنا، ناقشه الكاتب والأديب عمر الككلي وكذلك الكاتب والشاعر الليبي جمعة الفاخري، وقدم الندوة الإعلامي محمد السلاك. تحدثنا فيها أيضا عن الثقافة الليبية الحالية
عن المعاصرة، الثقافة الليبية المعاصرة. نعم. ما أهم ما طرحتوه من أطروحات في هذه المناقشة؟ من خلال ذلك الكتاب حاولنا، أو حاول المتحدثين في تلك الندوة، أن يرصدوا ملامح عامة للثقافة على مستوى الشعر، على مستوى الأدب الليبي، على مستوى الرواية الآن. وبكل تأكيد هناك إنتاج إبداعي موجود وما زال متواصل حتى الآن، شعري وروائي وأدبي بشكل عام. لكن طبعا الجهد النقدي هو الذي يحتاجه طبعا ما زال إلى ارتقاء، لحتى يعني على الأقل يوازي هذه النهضة الأدبية في مجال كتابة الشعر والرواية والقصة القصيرة لمبدعين ليبيين كثيرين. نحن نرى حتى من خلال هذه الندوة أن الثقافة الليبية بخير، لأنها حتى الآن لا تتعرض إلى انتكاسات كبرى، ما يزال المشهد الأدبي الليبي ثري، ما يزال الأديب الليبي قادر على أن يتحدث وأن ينتج وأن يكتب. وإن كان طبعا نحن نعاني من أزمة إعلام إذا شئت القول، أو أزمة التركيز على الثقافة الليبية. الآن لدينا مثلا على سبيل المثال أكثر من 20 أو 25 قناة فضائية، لكن كل هذه القنوات معنية بالدرجة الأولى بالسياسة، قنوات خاصة، قنوات خاصة في معظمها، وقنوات حكومية. نعم، قنوات حكومية قليلة الآن، لكن للأسف لا تعني أو لا تعنى حتى الآن بالمشهد الثقافي الليبي. لكن القنوات الخاصة ليست مرتبطة بأحزاب سياسية؟ طبعا مرتبطة بأحزاب وبجماعات وبأفراد، بسبب الوضع الراهن الذي تعانيه ليبيا الآن. كل حزب أو كل فريق أو كل صاحب أجندة معينة يريد التأثير فينشئ قناة فضائية الآن. هل اتسعت دائرة المشاركة السياسية بعد الثورة؟ بالطبع اتسعت، وفي ليبيا يعني يقيمت انتخابات لمرتين، عام 2012 وعام 2014 لبرلمانين. كانت يعني واضح فيها هذا الاتساع وهذا هذه المشاركة. هل حقيقة يعني ما مرت به ليبيا هو نفس ما مرت به باقي بلدان ثورات الربيع العربي، إذا صح التعبير، من أن هناك ثورة قامت ثم حدث شبه التفاف حولها، من تارة من أنظمة تدعي الإسلام أو عودة للنظام القديم؟ هل هي محاصرة الثورة الليبية بهذا النوع بالفعل كباقي بلدان الربيع العربي؟ نعم، هذا ما حدث. يعني ليبيا بعد الثورة كما قلت لك جرت انتخابات نزيهة وحرة، فأنتجت برلمانا سمي المؤتمر الوطني في عام 2014 بعد بسنتين، وقبلت انتخابات أخرى أيضا. لكن تيار الإسلام السياسي الذي نجح في الانتخابات الأولى وسقط في الانتخابات الثانية رفض أن يسلم السلطة للبرلمان الجديد. جماعة الإخوان ومن ما أجاب فلفهم، وبالتالي رفضوا تسليم السلطة. نعم، رفضوا تسليم السلطة لبرلمان حقيقي وشرعي. رفضوا بقوة السلاح يعني. بقوة السلاح. نعم. كانت لديهم كتائب مسلحة، طبعا اغتنموا فرصة الثورة ودعموا كثير من هذه المجموعات، وبالتالي انقلبوا على السلطة وقسموا البلد إلى نصفين، ولا نزال نعاني حتى الآن من انقسام البلد حتى الآن. رغم جهود الأممية وجهود دول الجوار، الآن جهود مصر مشكورة لمحاولة. كيف كان هذا الانقسام انعكاسه على الثقافة؟ طبعا كان يعني انعكاسه كبير جدا، بل كان قاتلا، لأن معظم المؤسسات الثقافية انتهت أو توقفت تماما. طب ما هو دور المبادرات الفردية والإبداعات الشابة والجمعيات المجتمع المدني إذا كانت موجودة؟ هو هذا الذي بقي، هو هذا الذي بقي يجاهد رغم الظروف الصعبة. حتى مشاركتنا هنا في معرض القاهرة الدولي لكتاب هذا العام تعد إلى حد كبير مشاركة أهلية. مشاركة أهلية؟ نعم، تعد مشاركة أهلية. تنادى هؤلاء المثقفون والأدباء اللي شاركوا في هذه المشاركة، يعني بلا دعم رسمي كبير، وتطوعوا بدون أي مقابل للمشاركة وإنقاذ مشاركة ليبيا في هذا المعرض. وبالتالي هذه مبادرة فردية. هل أهلية. أفهم من كلامك أن مفهوم الدولة في خطر في ليبيا؟ نعم. مفهوم الدولة مهدد وفي خطر، لأن هناك انقسام سياسي حاد. هذا الانقسام لم يحل بعد،
رغم كل الجهود. المؤسسات كلها منقسمة، وما دام المؤسسات منقسمة بفعل المؤسسات الثقافية فبالتأكيد تأثيرها سيكون ضئيلا، واستفادة المثقف من هذه المؤسسات أيضا سيكون ضئيلا أو منعدما، وبالتالي الثقافة الليبية على مستوى الرسمي تعاني. لكن الأمل باقي في كما ذكرت في المؤسسات الفردية، في المؤسسات المجتمع المدني، في الجهد الفردي لأدبائنا وكتابنا الكبار اللي ما زالوا ينشرون كتبهم ويدأبون على حضور كل المناشط العربية والدولية، معرفين ببلدنا ليبيا وبحضرتها. وما وجودي معك اليوم إلا في هذا الصدد، يعني بلا رعاية رسمية، لكننا نحاول أن نقول أن ليبيا بحضارتها وبثقافتها لا تزال موجودة على الساحة، وسنناظر الحقيقة ونجاهد لكي تستمر على هذا الصدد وهذا المنظر. الحقيقة من حواري مع الدكتور فوزي الحداد بندرك بعمق أهمية الثقافة نفسها، لأن ما يفعله هو بمشاركة أدباء ليبيا ومفكريها ومثقفيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو بمثابة طوق نجاة، طوق نجاة للمجتمع ولمفهوم الدولة الحديثة، لأن الثقافة هي المركب أو هي السفينة التي تستطيع وسط الحطام وألسنة اللهب أن تنتقل كسفينة نوح لتنقذ البشرية أو تنقذ مفهوم الدولة وتنقذ الإنسان من الغرق ومن الضياع. بشكر الدكتور. تلخيصا لكلامك في نقطة أخيرة، كلامك حقيقي بالفعل، لأن الثقافة في ليبيا هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحدتنا نحن جميع الليبيين. الله. السياسيون منقسمون شرق وغرب وجنوب، أما المثقفون هنا من كل هذه الأماكن غير منقسمين، وكلهم مع بعض يؤدون هذا الجهد الكبير في سبيل ليبيا ووجهها الثقافي. عندنا يوم الجمعة أمسية ثقافية، وعندنا جولتين أخريين إن شاء الله يوم 8 ويوم 9 فبراير أيضا ضمن مناشط معرض القاهرة الدولي للكتاب. ده حقيقي الثقافة يعني توحد، وربما تنجح في أن تضمد الجراح التي سببتها الصراعات والانقسامات السياسية. بشكر الدكتور فوزي الحداد رئيس الوفد الليبي المشارك في مهرجان في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكر حضرتك مرة أخرى. شكرا لك. بشكر حضراتكم. بنذهب إلى المشهد الثقافي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب وندواته وتفاعلاته المثمرة، ثم نعود معكم لحوار آخر ومحاولة أخرى لفهم الثقافة، وندير حوار آخر بعد هذا الفاصل.